واش احبابي واش لي زامي، السلام عليكم. نتوما اش كتعاودوا؟ لاباس عليكم؟ بخير كيف العاده. بلا ما نبقى نهضر بزاف اخوش، ديروا واحد ابوني لايك كومونتيرات الناس تدخل جديد، ديروا واحد ستوب اخوتي ستوبيو، هبطوا ديروا واحد لايك وكومونتير، ما خاصني حتى شي حاجه الخوش، وكنحبوا الناس اللي كيحبونا والناس كاع اللي كيكرهونا حتى حنا كنحبوكم الخوش، حنا ما غاديش نقول لكم كنكرهوكم، منكم الله سبحانه وتعالى واللي حاكم على شي مظاهر اللي ما عارفكش كيفاش انت عايش والظروف ديالك كذا، وبدا يقول لك حكا ما هكا، داكشي ما نهضرش عليه انا. المهم فيديو جديد اخوتي اليوم، سمعت ان البارح ملي حكيت لكم ديك الفيديو كلشي كيقول لي سيروا مع اميمه البلاد، سيروا مع اميمه البلاد تبدلوا الجو، قلت انا غادي نمشوا مع البلاد، رغم بدوك الكومنتات ديالكم الخوت باش عرفونا داكشي اللي كتقولوا نتوما كنطبقوا الخوت باش عرفوا راسكم انكم عزاز علينا، طبقنا داكشي اللي قلتوه الخوت، قلتوا اننا غنمشيو عندهم البلاد، غنمشي عند عمتي البلاد الخوت وغتشوفوا كلشي على عينكم غدا ان شاء الله، غيبان لك الفيديو من اليوم حتى الغدا. دابا دار شي 9 ولا 10 الليل، دابا غادي نوريكم اش كيديروا في العشاء الخوت، وغنكملوا الفيديو ديال غدا ثاني طويل، غيكون طويل ان شاء الله الفيديو شويه، ونتمنى انكم تبارطاجوا الفيديو مع صحابكم، راه ملي التفاعل بدا كيطيح بدا كيطيح بزاف، طلعوا اخوتي كومونتيرات بزاف الله يسهل عليكم، اي واحد ما خاسر والو انت دير كومونتير زوين وكومونتير الاخرين غيخربقوا باش يطلع، والناس ما خاسرين والو كتفرج اخوتي دير واحد لايك كومونتير، وبالنسبه للناس اللي باغين باش يطلعوا انا فيه انا نوريكم بلان شنو هو، الا كنتو باغيين الناس زعما باش نعرفوكم انكم تشوفوا الفيديو تفرجوا في الفيديو تيفوت 4 دقائق، ملي فوت الفيديو من الاول 4 دقائق الا بغيتي تخرج اخرج ديك الساعه كتسمى اننا حنا شناك انك انت تفرجتي في الفيديو، هادشي اللي بغيت نوصل لكم الخوت، بقاو تفرجوا في 4 دقائق الاولى راه ما خاسرين والو الخوت، ديك الساعه بغيتو تبقاو تختصروا. المهم كنحبكم كاملين الخوت، راكم في القالب وراكم عزاز، ونمشيو دابا تشوفوا اميمه وايا كيطيبوا في العشاء، واحد الطويجين يكون فاعل تشارك الخوت بالدجاج ولا بالحم ولا بالدجاج، بالدجاج الخوت غتشوفوا كلشي ناضي بالخضيره بكذا كذا، يلاه معايا ما نطولش عليكم بزاف، يلاه تشوفوا شنو داروا، كنحبكم على هذا المنبر ومرحبا بكم فلاشين ديال عائله فاطمه الصغيره، مبقى لنا والو ان شاء الله ال 50 كا، ان شاء الله غادي تدوز دغيا، بغينا نوصلوا ل 100 كا الخوت، بغينا نوصلوا ل 100 كا باش نشدوا الدرع، يلاه خوتي مرحبا بكم، يلاه معايا. ايوا خوتي ها هما دخلنا عندهم، ها هما كيصايبوا. هاي أميمة كتصايب لكم في البصلة، كتقرط في البصلة وآية كتقاد هي في الطاجين، وما ننساوش كبيدة ديالنا اللي كاملين كتحبوها هي هادي، نار ونار نار ونار إيراني إيراني إيراني. إيوا هاهي معانا تا هي خوت، وها انتوما كتشوفوا آية ونور وأميمة. أميمة اش كتقول على الناس اللي قالوا لنا نمشيو معاك للبلاد؟ يعني بغيت نقول لك زعما اش تقولي الناس اللي انهم قدروك وقالوا لك سيروا مع البلاد تبدلوا الجو، شنو تقولي لهم؟ مرحبا. ها؟ مرحبا. مرحبا. مرحبا على الراس والعين. ها؟ على الراس والعين. اوكي. المهم انتم الخوت كتشوفوا فيهم كيصايبوا، وميمه الناس بزاف كيشكروك، شنو تقولي لهم؟ شكرا لكم بزاف والله الصراحه، عجبني هذوك الكومنتات اللي كتقولوا، وبعض المرات كيبداو يقولوا شي حاجه على ايه وهي راه كتخربقوا، والله بعض المرات كتخربقوا، ولكن حاولوا بالله ما تقدروش تكتبوا دوك الكومنتات، حيت انا كيبقى فيا الحال والله، راه حيت هي ماشي غير اختي راه اكثر من اختي، اقسم بالله كندوز معاها الحاره والحلوه. كدوا على الناس اللي كيعاودوا لها ايه بالخير. ومرحبا بكم في زاويه سيدي اسماعيل دوكا، مرحبا بكم والله كنبغيكم بزاف. واحد البنت قالت لها في الكومنتات ايه كتعرف دير غير هذيك لازانيا كراتان اجي ورينا شي شحال انت ديكير، ورينا شي طاجين، ورينا هذا فهمتي اختي حمري بعيني تاهو. كيف كتشوفوا خوتي هو واو كيف كتشوفوا هاي الطاجين صايبوه الخوت هما كيصايبوا فيه دابا ناضي طاجين فاعل تارك فاعل تارك طاجين كنحاول نصير كون درتو تا هو ولا ريت بلا ما تبقاو تهضروا بزاف وما تبقاوش بلا 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 خاوي حيت الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده، دونك الله يرحم الوالدين
ما تبقاوش تنافقوا بزاف حيت شفت واحد النفاق لواحد الدرجه في الكومونتيرات ما نكذبش بقى فيا الحال لواحد الدرجه ما عرفتش وحق الله اخيرا تقدت الكوزينه احتاجت اميمه شكون قالت لها اختي اميمه لا ما تبقاو تهضروا بزاف انا قريت الكومونتير ديال واحد المراه قالت لي بنتي حيدي هذا الفران حيدي من هنا وحطيه هنا غادي يعطيك في البلاصه الكوزينه وداك الشيء اللي درتو لما عندي كانوا عاد حضيتوني عليهم خرجتهم كاع بعتهم كاملين بعتهم باش نخشي ما عيناتي ولكن من الاخر كنبغيكم بزاف 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 اللي ما فيهش النفاق اما اللي فيه النفاق واللي عارفه راسهم منافقين انا بعدا ما كنحملكمش حيت ما فيهش النفاق بحالكم كنقول الصراحه كنبغيكم كنبغيكم كنبغيكمش ما كنبغيكمش ما كيبغينيش ما كنبغيكمش المهم خوتي بغيت توصل لكم آية ان الناس اللي كيدويو في كومونتيرات بالخايب هما ما كيتلاقاو معايا يتبلحسوا وملي في كومونتيرات ما كيكونوش هادين الكلافي كيبقاو يقولوا هضره اخرى وداك الشيء راه تخربق الخوت المهم انتما كتشوفوا راه اميمه قالت لكم شنو كاين قالت لكم بركه من ديك الهضره الخاويه الناس اللي كيدويو في الهضره الخاويه راه شو اميمه شنو قالت لكم قالت لكم وحده كتبت لي كون غير تزوجتي باميمه وما تزوجتيش باي اختي اميمه راه كيعرفها قبل ما يعرفني انا كون بغا هو اميمه هو غيتزوج باميمه ما يتسناكش حتى تتزوجوا ليه هادي كون هو بغا اميمه ما غادي يتزوج باميمه راه كان كيعرفها قبل ما يعرفني انا راه بنت عمه راه كيبريو ليا راه كيعرفها قبل ما يعرفني كل واحد كيدي لي مكتب ليه فراس قبل ما تبقاو تهضروا بزاف وراه عيقت اصلا هي اختي هي اختي ماشي هي راه اختي اميمه راه كبرت انا وياها خوت كون اميمه وخوت انت ماشي شديرهم شديرهم فيديو نوريهم تبعوا لهم العيد ديالهم توتينا شوف انا توتينا اخو توتينا اصلا باش توتينا اخو مرحبا بكم وبالنسبه للناس اللي كيدوا على ايه بالخايب بالنسبه للناس اللي كيدوا على ايه بالخايب عارف راه مشوا للبلاد غادي تجبد واحد امي واحد الدرجه وتخليها باش تجيو تعطيكم الكادو الكادو اش هكا قول لهم اش كاين في البلاد باش يعرفوا شنو الحوايج اللي باقيين في البلاد الحوايج اللي باقيين في البلاد عاودوا لي هما دابا واش عارفين اللي باقيين وداك الباكور الرمان بحال شي حاجه اللي زرعنا اما الطرق ما بقاش عندنا بالنسبه لناش مرض المشكله خوت ديال الطرق المشكله خوت ديال الطرق المشكل ديال الطرق الخوت هو ان جات واحد الجمعيه وقالت لهم غنداو لكم الطرق ديال غنداو لكم الدرك ديال كرموس غنداو لكم اللي ما عرفش شنو هو الدرك كل يوم شنو هو الدرك الدرك هو داك الشوك ديال الكرموس اللي ما عرفوش دوك اللي كيت الكرموس الهندي الخوت الكرموس الهندي جابوا داروا لي سميتو حرقوا لهم كل شيء وخلوهم مساكن شنو نقول لكم غالب الله وصافي كلمه مي راه داكشي راه ما بقاش كيما كان البدويه كيما كانت بكري داكشي كيبقى زوين تقريبا بحال جايه بحال نفس الدين بحال جايه بحال مدينه بحال ما بقاش داكشي ولينا حنا ولينا كنشريو الكرموس حنا ولينا حنايا كنشريو ساكن في البلديه وكنشريو الكرموس دابا كاين شي واحد شي بغايس اللي ما وصلوش لهم هذا ولاو فين كيبيعوا كرموس تما والباكور راه كيكون ياك كتجي وقته كيكون باكور ما انتما غتمشيو تما وغنبينو لكم كلشي غتشوفو تما في البلاد غتشوفو اي حاجه غنمشيو لقدام ياك مشيو لقدام دورو هنا دورو هنا دورو هنا ونوريكم زاويه سيدي اسماعيل شوفو كلشي على عينيكم نوريكم انا الكوليج اللي كنقرا فيه ونوريكم هي البلاصه اللي كتقرا فيها كلشي غتوري لكم اخوتا تشوفو قدام عينيكم مرحبا بكم وان شاء الله كما قلت لكم الخوت اننا غادي نمشيو وغتشوفو كلشي على عينيكم وكومونتيراتكم على داكشي علاش غنمشيو لان شنو بغيت نوصل لكم الخوت بغينا نقول لكم انكم بفضلكم انتوما اننا حنا غنمشيو لان انتوما بغيتو خصنا حنا نمشيو ما غاديش نمانعو ما غاديش نقولوا لا لانكم انتوما بغيتو غادي نمشيو غنديرو لكم خاطركم وغنديرو لها حتى هي خاطرها فهمتوا عطيهم البسمه العريضه البسمه العريضه ها هي فين هي شتاش البسمه العريضه كيف كتشوفوا الخوت هادو هاد الجوج راه ما دار والو انا طيب طيب هو اللي طيب كومي مال الخوت المهم نتوما عارف الطياب ديال الزوافري كيكون نادي كان نادي ولكن المهم اخوتي بقاو مع الفيديو ما نطولش لكم بزاف حتى يطيب كنبغيوكم ورجعنا مع اصلا ناكلو قدام خوتنا وحبابنا وكنحبوكم من هذا المنظر الخوت ونار هي نار نار كتشوف في الكاميرا المهم كنحبوكم اخوتي تهلاو ليا في راسكم
تعنست يا العفيري انت اللي دير راسك. شكرا لك 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 الطاجين لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك الخوش كنحبكم مرحبا بكم مرحبا بالامهات اللي كاينين في خارج الوطن وامهات اللي داخل الوطن ديما غنبقى نقول هذه الكلمه هذه لان الامهات هما كلشي الامهات هما كلشي الخوت وركزوا ليا وستيلو ورقه وضغطوا ليا مزيان على الامهات والاباء راه هما كلشي الخوت واخا بعض المرات ما كيتفاهموش معنا ولكن كومين المهم الام والاب راه حاجه زوينه هذيك واخا بعض المرات عندهم هما واحد العصر ديك العصر كيبغيو يطبقوا علينا حنا كي كيصون يخو داك الشيء اش وراكش وتقطع قلت لكم واخا كيجبدوا لنا شي عصر ولا شي تليه ولكن هاني ماشي مشكل المهم يلاه معايا تشوفوا كل شيء على عينكم الخوش دخلوا التريكوات بعدا يلاه معايا شوفوا كل شيء على عينكم الخوش باش تعرفوا راه كنطيو داك الشيء الصراحه كنطيو صراحه كنطيو داك الشيء والله الا كنطيو والله انا دابا مشيت ملي صايبوا الخوت طاجين قلت لهم وين خصهم يشوفوا الناس بعدا او نتوما بغيت انا حنا دايرين فيديو باش نوريو الناس وانتوما جيتو في الاخر بغيتو تقولوا حكاو الواد راه قصينا وكلينا كنا كتاكلوا فيه واقيلا ها ومين ايا 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 شنو دابا بغيت دير راسك السمكة زعما ما كتسمعوني زعما ولا بغيتو تتفقوا عليا ولا كيفاش البلا ايا 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 ميم ميم نعم ايش شي خوش نعم اش ما قلتوش في الاول انا في مراتك صارتو مخوتي كانوا يلاه خشاو الدمغه الاولى خطر انتم بجوج اتفقتوا لا اتفقتوا عليا لا اتفقتوا عليا اتفقتوا عليا المهم خوتي انا نوريكم واه هو الطاجين خوت طاب باقي كي طيب ها هو شين شين ها هي ها اميمة ها الطاجين كيف شتو الخوت ناضي كان ناضي معاه المونادا معاه الخبز زائد سي سفيان سي كواس يلا يلا شوف الصورة كاملين تشيز صورة تشيز مال يلا تشيز كما كيقول واحد الولد كيف تصور كيف كيدير كيدير ولا كيدير هاد يلا اخوتي خليكم هنا نتعشاو والله ما كرهنا انكم تعشاو معنا ولكن دوماج كون كان التليفون كيدخل الماكله كون وكيل الله المهم هذا تهلاو براسكم الخوت حتى غدا ان شاء الله وتشوفونا غاديين والاتاويج والعالم وكذا المهم حتى غدا ان شاء الله وتشوفوا كل شيء كل شيء غدا يشوفوا ان شاء الله المهم غدا تشوفوا كل شيء الاتاويج والنضو كل شيء مخير فهمت شوف يلا تهلاو ليا براسكم والله ما نسامح لكم بالرب ويدخل شي واحد ما يديرش ابوني ايوا اخوتي بغيت نقول لكم الطاجين كيردوه واميمه ما دايره الزيف كتصعب لي غادي نصور هذاك الشيء باش تغطات قالت لي كتصعب ما تخافيش هذيك ما تخافيش نيسي دابا شوفي هادشي هاي كلاس مع بنادم فهمتي هادشي شوفوا الرفيسه اللي دايره قدام هذه الطاجين اجي تشوفوا الاناقه وداكشي اللي كدير اميمه النظافه والاناقه نوريكم دابا الطاجين باش تعرفوا الاناقه والنظافه انتما شوفوا لي الاناقه والنظافه شو الطاجين شوف شوف قدام قداش كيبقى شو مالك اختي اميمه شو مالك نوض 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 انت العوره ديالك كتبان نوض دابا انت بغيتي تجيب براسك حاجه اخرى نوض شوف مالك مغطي بمانطا ثم شوفوا ما انت دار زازين اخوتي كي صور على الخبز ماشي مشكل لا مشكل كيف كتشوف الشعر ثم شوف طوكيو كي ياكل المرقه شوف كول حميمي كول كول اوليدي نبردولك ثم شوفوا اميمس اميمه راه الشعر داير مسبسب تبارك الله ويلي 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 مسبسب شعرك ها اي 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 دابا ايه شمن دابا ايه شافوك بالشعر
شافوك فيديو اللي فات شافوك فهذا مشكل اخوتي ها اخوتي اخوتكم هكا توك تديك فم ولا شنو ما ام خوتي تما شوفو طوكيو تا هو كون حنيني كون خوتي تهلاو ليا فراسكم وكنحبوكم كاملين هذا المنبر وكنبغيوكم وراكم راكم حبابنا وجيراننا وكل شيء راكم عزاز الخوت وراكم في القلب الخوت وراكم في القلب الخوت تهلاو ليا فراسكم وتصبحوا على خير حتى غدا ان شاء الله نكملوا لكم الفيديو الخير خوتي اش كتعاودوا صافا عليكم تماني لاباس عليكم دابا هذا صباح الخير اخوتي صباح النار صباح الخير صباح الحباب صباح الجيش صباح الناس صباح الفاميلا صباح العائلة مهم خوتي بدينا بصباح جديد ان شاء الله مرحبا بكم ما تنساوش دير واحد ابوني لايك كومونتير الفيديوهات والله ما نسالح شي واحد الا كان كيتفرج في هذا الفيديو ما دارش بوز ومشى دار واحد لايك وكومونتير بحال وجهو ومرحبا بكم والناس اللي دخلوا جداد ما خاصين والو سير دير واحد ابوني سيروا عاونوا هاد المسكين سيروا ديروا شي ابو المهم مرحبا بكم اخوتي حنا بدينا صباح جديد دابا راه جامعين حوايجنا باش غنمشيو للجديده اقليم جديده البلاد كراسي اسماعيل زاويه سيدي اسماعيل حنا دابا جامعين حوايجنا حنا غنمشيو دابا ونمشيو حنا واميمه وايه ونار وغنكونوا تمايا وغادي تشوفوا الاجواء الحاليه ديال تمايا وكذا المهم تشوفونا كيفاش غادي غنمشيو في الكار كذا وهذه وهذه وغتشوفوا كلشي على عينكم الخوت وحتى طوكيو غيمشي تا طوكيو تا هو غيمشي احنا غنوريو ليكم اخوتي تا طوكيو غيمشي المهم مرحبا بكم كاملين اخوتي كنحبكم بهذا المنبر وكملوا الفيديو ما نطولش عليكم بزاف ويلا يلا 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 علينا يا بابا يلا شي لا الصوت عندي شيت واحد ندوب بحال هذا الصوت هذا يا هذا وين هذا كل يوم انا جيت للمحطه سلام خوتي انا جيت المحطه جديده ولكن ما لقيناش الكار ديال الجديد صوت سلام خوتي كدايرين لاباس عليكم بخير اش كتعاودوا كلشي بخير انا جيت المحطه الجديده هذه هي الله جديده ديال الرباط ما لقيتش الكار ديال باش المحطه الجديده ديري شويه يلا اول مره بحال شويه من جات وما تشي بحال جا فيهم شي اشكال ولا ما عرفتش حيت اول مره ايوا ما لقيناش دابا الكار ديال الجديده و ما عندنا ما نديرو نتسناو من هنايا واحد شويه حتى العشيه الا لقينا هي هذيك ما لقيناش حتى الغدا ولا شي السلام عليكم خوتي اش كتعودوا صباح عليكم تماني المهم جينا للمحطه الجديده ديال الرباط بقى فيها العرقاله بقى التخربيق بقى هي هذيك كيف ما كتشوفوا خاصو تيصايبو نيتو كادو عاد يعيطو على بنادم تفتح ليه الابواب هنا ماشي بنادم دابا حنا جايين باغي نقطعو الجديده ما كايناش جديده الموتور ممنوع هادي لا هادي لا كاين غادي بنادم كاين غادي بنادم تيجي مالا نقطع حنا جيت انا في الاخر تقولوا لي نتوما ديك الهضره شو ما عيبار الله يلاه شو ما عيبار المهم كوميم حنا غنتسناو قال لك حتى العشيه غيكون شي كار حنا غنشوفو خوتي هاد الكار اللي غيجي في العشيه وغنشوفو يا ربي نتمناو ما تكونش عرقاله وتخربيق وداك الشيء اللي كنتمناو كون خلاو غاديك ديال القامرة اقسم بالله تكون خلاو غاديك ديال القامرة جاو وضرونا في هاد المحطة الجديدة وبقينا فهمنا والو حنا المحطة الجديدة ولكن ما لقيناش الكار ديال الجديد صوتك البرد نعم سلام خوتي كدايرين لاباس عليكم بخير اش كتعاودوا كلشي بخير انا جيت المحطة الجديدة هذيك هي الله جديدة ديال الرباط ما لقيتش الكار ديال باش نقطع الجديده ديري شويه يلا اول مره بحال شويه من جات وما تشي بحال جا فيهم شي اشكال ولا ما عرفتش حيت اول مره ايوا ما لقيناش دابا الكار ديال الجديده و ما عندنا ما نديرو نتسناو من هنايا واحد شويه حتى العشيه الا لقينا هي هذيك ما لقيناش الغدا ولا شي حاجه ها انتم اخوتي شوف الحاله شوف شنو هذا الشغل باش غتبدا دابا وحيدوا القامره ها انتم شوف الناس باغيين يركبوا تزاحموا هنايا ما خلاو حتى بنادم يركب الخوت ها انتم حاله كي دايره حنا بغينا نمشيو ندو معنا الموطور الخوت ها انتم عندنا هذا الشيء بغينا نديو حابسين يلا
ما عندنا فاش نمشيو دابا يلاه واش حتى غتصب دابا دابا واش بلاصه واش حتى غتصب ما طعمو نجيبو مشكله والله الا مشكله والله الا كارثه هذه بوالله راهو حلو راه دابا اش خصنا نديرو خصنا نمشيو واقيلا واش اخوتي صافا عليكم نتوما اللي لاباس عليكم المهم كنا غادي نمشيو ولقينا المحطه عامره وكانت الشتا ومغوشي ديو ليا الموطور ورغم ذلك بابار الموطور وسميتو كنا بغينا نسيفطو غير اميمه على اساس حين دابا انا مايمكنش ليا نمشي بلا موطور لان تما العروبيه الباديه خص ضروري الموطور انك باش تبقى ترون بلاصه ما بغاوش يزيو موطور قالك محطه جديده هذه لا كذا الموطور ممنوع هذه ممنوع هذه ممنوع هذه ممنوع من هادشي كامل جينا اخوتي تا بغينا نشوفو نقطع الورقه للامينه قالوا لي كان كار واحد مع 8 ديال الجيده هو اللي كان ما كاين دابا حتى شي كار وبقيت فهمت انا والو من هاد الناس كون خلاو غادي كون خلاو غادي القامره من الاحسن كون خلاو ديال القامره ولكن ديال القامره ما خلاوهاش ما خلاو بنادم فين يزيد ما خلاو بنادم حتى ديال الجديده حتى هو قلت لكم مشينا بغينا نقطعو قال لك ما طالعش في السيستم قال لك نقدر نعطيك انايا قال لك نقدر نعطيك انا ورقه وما يكونش جا الكار ما يجيش الكار الكار ديال الجديده كان واحد مشى هو اللي كان قال لك صافي قال لك هو اللي كاين دابا تنقدر ان شاء الله مع 10 الصباح بحال هكاك ولا كذا عاد عاوتاني يمكن لينا نمشيو باش نشوفو شنو كاين تما باش نصيفط بعدا اميمه وحنا تيكون ربي يدير شي تاوي ديال الخير ونمشيو حتى حنايا ما يمكنش نمشيو حنا بلا موطور وكذا بزاف الحوايج قدروا يمحنونا العيا وتمحنوا بزاف الحوايج وخسرنا فلوس اخوتي خسرنا فلوس اللي هي كنا غنمشيو بها زعما ونجيو بها خسرناها مشات لا اله الا الله اخوتي المهم ما بقيت فهمت والو والله ما فهمت شي حاجه